جمعت إلى مفردات حقيقية بالجودة. الإنتاج جيد جدا، وقبل الإنتاج النص ممتاز جدا لعلي صبري مؤلفنا الكبير. الإنتاج شركة الشرق الأوسط عمار علوان كان أيضا إنتاج مهم وكفو، مخرج مهم وكفو اللي هو عزيزنا فارس طعمة، ممثلين كبار أساتذة من الأستاذ سامي قفطان وفاطمة الرباعي والأستاذ الراحل عبد الخالق المختار. نريد نوقف نعم نريد يعني نستذكر بهذه الأيام المباركة. نعم. الفنان الكبير عبد الخالق المختار. نعم نعم، عبد الخالق المختار الله يرحمه من الممثلين الجادين جدا والحريصين جدا، واحنا جينا جيل واحد، يعني جينا هو طبعا قبلي لكن جينا بهاي التجربة جيل واحد، وكان اكو خوف من عندنا انه ذولا معقوله يقدموا المسلسل جيد، يعني يعني عبد الخالق بطوله، غانم حميد بطوله، زين امال ياسين كانت ايضا قبلنا وبهذا الدور ممكن تنجح، ايناس طالب عزيزتنا ممكن تنجح بهاي الشخصيه. فهذا التحدي مع اهتمام المخرج، المخرج اي تجربه ما بيها ورق جيد، يعني عاده يسموه الورق يعني السيناريو النص، ومخرج جيد لا تتخيل يطلع ممثل جيد، موقع جيد، كذا تفصيلة جيدة. بما أنه أكو نص جيد ومخرج ممتاز وإنتاج ممتاز، خلاص يعني حتى بالتالي هم ذول اللي يختارون الممثل ويختارون الموقع ويأسسون اللوكيشن وظهرت هاي التجربة على فكرة لثلاثة أجزاء، ولحد الآن الناس تشوفها باليوتيوب وكأنها أنتجت يعني قبل ايام او سنوات قليله. يعني انا لحد هسه اللي صادمني انه انت شخصيتك سلبيه، يعني انت هو طماع، اي من قلت له يقولي لا، هو ترك زوجته الاولى بس مع هذا اكو حب بالشارع غريب لشخصيه سلبيه. ايه لانها لان فيها الكثير من الكوميديا، ولذلك هم كانوا الناس يعشقوه لانه بتكوينه كوميدي. هو على فكره هو ما سوى شيء، يعني هو كان فقير جدا، وضعه المادي تغير، شاف سماها بوقتها خاتونة شلون؟ خاتونة الخاتونات، خاتونة الخاتونات كان يسميها، ومن طراز خاص وأحلى، وهو عنده خير فهو لا بأس أن يتزوج مرة ثانية، بس هو من غير المنطقي أن يطلق أو يترك لا أو يهمل. لا حتى سوء المعاملة من قبل الزواج، سوء المعاملة وكيف كنت تتعامل الزوجة الأولى وكيف كانت تتعاملك الزوجة الثانية، يعني هذه المفارقة. هو الشخصية، هو الزوجة الأولى ما كان هو يعاملها بسوء، لكنها فقيرة، وبعدين هو بخصلة ما حلوة، المشكلة هاي أنه هو طماع جدا، طماع يعني تتخيل من يعني فلاح بسيط جدا الى الجزء الثالث صار عضو بالبرلمان. شلون هذا انتقل من هاي الحالات وشلون استغلوا الانجليز في وقتها ووظفوه بهذا التوظيف؟